لا مجال لإعادة سيناريو 2013 في مسألة الحوار باعتبار أنه أن اليوم عندنا مؤسسات دستورية منتخبة، لكن أمام ما اعتبره ما اسماه السيد نور الدين تبوبي بالعنجهية والعناد اللي يطبع علاقة الرؤساء الثلاثة أمام تمترس كل طرف بمواقفه، كل جبهة بمواقفها، خلينا نقول شنو الحل؟ شنو الحل وقت اللي البلاد قاعدة تغرق اليوم في أزماتها المتعدة، أزمة وبائية اليوم احنا من 10 أو 6 بلدان اليوم ما حصلتش على التلقيح راوسي كمال، شنو نعملوا وقت اللي احنا مصنفين اليوم في تقريبا قبل الانهيار التام، قبل السي اليوم في التراب، في التراب مع آفاق سلبية، تراب مو مع آفاق سلبية، وين ماشيين في هذا الكل وقت اللي احنا عندنا عجز في الميزانية ب 19000 مليار وما قادرينش باش نسدوا هالثغرة هذه المالية. يعني أنا قلت مفاوض وسطات في الكواليس إلى غير ذلك ممكن، لكن من بعد الناس المنتخبين هم اللي اجتمعوا يقرروا اللي عشناه في 2013-2014 في إطار مناخ إقليمي ودولي معين لتجنب سيناريو المنعرج العسكري اللي وقع في مصر وبقية بلدان الثورات العربية كما ليبيا وسوريا واليمن، وقع اتفاق في الكواليس في باريس ثم في تونس وفي حي النصر بين قيادات من النهضة والنداء أنه يقع مصالحة بين النظام القديم والجديد، وأنه النهضة تخرج من الحكم وتقعد في الصف الثاني والحكومة القادمة تكون بيد النداء. احنا مش في نفس المناخ هذا. وقتها برلمان بشق مؤقت مجلس وطني تأسيسي في وضع عام قعد 3 سنين ورئيس مؤقت مش منتخب، اليوم عندك رئيس جمهورية منتخب وبرلمان منتخب، إذا تخلين على الانتخابات كل واحد ما تعبزوش الانتخابات يعمل إما انقلاب عسكري أو يقول لا نجيبوا ترشكو. أنا نقول لك الجمعيات هذه مع احترامي ليها وأهميتها ودورها، يا أخي عمالة المحامين تمثل آلاف المحامين، الرابطة تمثل آلاف الرابطين، 2000 ولا 4000 رابطي، النقابة الاتحاد عام التسجيل التونسي للشغل عندها 500000 ولا 700000 منخرط، لكن الانتخابات شاركوا فيها 5 ملايين من 8 ملايين، نحترموها وإلا نتخلوا على المسار الديمقراطي، نقولوا يعلق المسار الديمقراطي لمدة 5 سنوات حتى نخرجوا من الأزمة. وأنا نعتبر اللي ثم اللوبيات العائلات اللي يحكي عليها والفاسدة واللصوص اللي سمعناها أحكى عليهم محمد جبالي ويحكي عليهم رئيس الدولة طو وحكوا عليهم ناس قبل وسفير الاتحاد الأوروبي، ربما اللي هي قاعدة تضرب في رأس براس. إما نعمل مسار انتخابي نصرف عليه 150 مليار ونحترم النتائج ولا نوقف الانتخابات، لأنه هذا غير معقول. وبكل لطف نقولوا أنه ثم زوز أحزاب صغار فيهم أشخاص كانوا شاركوا في حكومة الترويكا طلعوا بدعة الحزب الرئاسي متاع رئيس الجمهورية هو الذي يعين ولا نحترم الدستور، وتواصل حتى وصلنا للوضعية هذه. وأزمة الثقة الحقيقية المسكوت عنه اللي ما تحبش يقولوها الناس أنه الخلاف بين قيس سعيد ورئيس البرلمان وحزب النهضة وحلفائه اللي دعموه في الانتخابات الرئاسية بدأ وقت اللي هم مشاو تحالفوا مع نبيل القروي في باش عملوا أغلبية برلمانية وكانوا ناويين باش يعملوا بها حتى الحكومة، جوهر الخلاف هو هذا. فإما سي نبيل القروي تتفض قضيته أو حزب قلب تونس يبعد نبيل القروي وإلا يفكوا هم الارتباط، لكن نطرحوا المشاكل الحقيقية خاطر هذه أزمة الثقة سببها من غادي. وكلاش وقع الخلاف مع إلياس فخفاخ اللي هو حليفهم وكان وزير معاهم لمدة 2 ولا 3، وتعاودت الآن مع حكومة هشام المشيشي اللي هو اختاروا رئيس الجمهورية موظف سامي في الدولة حتى وزير داخلية وحتى حد ما يعرفه، بعد اختاروا رئيس حكومة هو من كوادر الدولة ومتاع الإناء وكان قريب من التجمع الدستوري الديمقراطي أو على الأقل الفريق بتاعه أكثرهم كانوا في كوادر التجمع الدستوري الديمقراطي، ولاحظوا أن الكتل اللي تدعم فيه فيهم مجموعة كانوا أمناء طلب التجمع الدستوري الديمقراطي. نفكك الرمانة ثم 3 عائلات سياسية الدساتنة مازال ما عندهمش ثقة في الإسلاميين وفي اليساريين، اليساريين أو البعض منهم مازال ما عندهمش ثقة في الإسلاميين وفي الدساتنة وقاعدين يتعاركوا عن بعض، وقصة المعركة مع قلب تونس هي سبب الأزمة، أزمة الثقة اللي بعدت قيس سعيد على النهضة وحلفائها. إما يتفاهموا في النقطة هذه ولا يقعدوا يوقفوا علينا من العرك، لأنه اليوم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والوضع الطبي والصحي كارثي. خلاصة القضية أنا مع أن التمسك بالمؤسسات المنتخبة وتطبيق الدستور، والدستور واضح. نعم.